الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، تذكير المحبين ببعض سنن خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. من السنن المهجورة المسح على الخفين، المسح على الخفين. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم: أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر، سواء كان لحاجة أو لغيرها. قال الحسن البصري رحمه الله: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين. وأحسن ما يحتج به لجواز المسح ما رواه الإمام مسلم عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال: بال جرير ثم توضأ ومسح على خفين، فقيل له: تفعل هذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش: قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. طيب، أما عن شروط المسح: يشترط لجواز المسح أن يلبس الخفين على الوضوء. في الحديث عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فقال: فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. طيب، محل المسح: المحل المشروع مسح ظهر الخف، يعني تمسح الخف من الأعلى، أو الشراب أو الشراب الأفصح في اللغة، أن نقول الشراب الحاجة اللي أنت بتشربها. طيب، الشراب اللي أنت بتلبسه في إيه؟ في قدمك. طيب، يبقى المحل المشروع مسح ظهر الخف، لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى من المسح من أعلى. لو كان الدين بالرأي، ودي برضو بنأخذها وبتكون رد على الجماعة العقلانيين اللي بيأولوا النصوص الشرعية بإيه؟ بعقولهم. تمام، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. يقول: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. طيب، مدة المسح: في الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر وليلة للمقيم. يبقى المسافر اللي قد إيه؟ 3 أيام ولياليهن. طيب، المقيم ليلة واحدة. المسح على الجوربين والنعلين: يجوز المسح على الخفين، فإنه يجوز على الجوربين والنعلين كذلك. لحديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، ومسح على الجوربين والنعلين. طيب، صاحب الجبيرة، واحد مثلا عافانا الله وإياكم مجبس إيده أو رجله أو الكلام، حكمه برضو نفس الحكم. الأمور يعني الدين يسر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم. دمتم في أمان الله.